نحن على أعتاب مباراة مهمة جدا جدا للنادي الإسماعيلي في كأس العرب في البطولة العربية. نطمئن على النادي الإسماعيلي اللي إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين هيكون لقاء قوي جدا أمام الرجاء المغربي. أنا معايا على التليفون الأستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، متواجد معايا عبر التليفون من المغرب. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بكم، مساء الفل. مساء الفل كابتن ابراهيم، واهلا بحضرتك ومنور دايما، واهلا بكل الساده المشاهدين. بنورك يا فندم، ربنا يبارك في عمرك. طمنا على بعثه الاسماعيلي، ماذا عن الاقامه والاعاشه والظروف والاحوال الجويه؟ اقول لحضرتك يمكن النهارده الامور مستقره، امبارح كان يوم السفر كان طويل جدا علشان كان تغيير مكان المباراه اساسا من الدار البيضاء الى مراكش بسبب سوء الاحوال الجويه، وكنا حجزنا خلاص للدار البيضاء. فبعد ما وصلنا الدار البيضاء طبعا على الطريق البري رحنا لمراكش في وسط الامطار، تم تغيير فندق الاقامه كمان علشان كان ما فيهوش الاستعدادات اللازمه للاسماعيلي. فطلبنا من نادي الرجاء المعامله بالمثل زي ما تعاملنا مع المجموم الاسماعيلي، والناس استجابوا ورائعين بكل ما تعنيها الكلمه. وتم خلاص الاستقرار. النهارده كان التدريب الاول وسط الامطار ودرجه حراره منخفضه جدا، ولكن كان ملاحظ اللاعبين والاصرار والحماس والروح والجديه. النهارده التدريب كابتن ابو طالب طلب ان يتم تصوير جزء بسيط، وبعد كده عشان في بعض الجمل التكتيكيه هو 10 دقائق بس، يبقى مسموح ب 10 دقائق بس يتفرجوا عليها الصحفيين وبعدين بيقفل التدريب. وده بالفعل حصل بناء ايضا على توصيات القناه الناقله للمباراه وايضا اللجنه العليا للبطوله. وعلشان كمان نقطه ثانيه وهي المهمه، النهارده اتعمل المساحات والاجراءات الاحترازيه هنا على اعلى مستوى، وبالتالي الاسماعيلي في عزل كامل، يعني في عزل. حتى المؤتمر بكره مؤتمر المباراه والمؤتمر الصحفي مش مطلوب فيه ابدا، يعني مؤتمر صحفي مش هيبقى فيه صحفيين، هيبقى فيه بس المنسقين الاعلاميين للفريقين واللجنه المنظمه والاتحاد العربي. عشان كده بقول لحضرتك هو حط كمان في محاذير في التصوير ومحاذير في كل شيء عشان الاجراءات الاحترازيه، ان هنا في المغرب فعلا بيتخذوا هذه الاجراءات وعايزين يامنوا المباراه يصلوا بها لبر الامان بكل السبل. احنا عملنا المسحه بتاعت احنا عملنا المسحه الاخيره ولا لسه يا استاذ علاء؟ اتعملت النهارده صباحا. حتى المسحه للفريق الرجاء طلعت، وطلع في اصابه للمدير الفني ربنا يشفيه، ونتمنى يا رب السلامه للجميع. احنا عملناها في نفس التوقيت بس ما طلعتش لغايه دلوقتي، فالناس قلقانه يعني كتير جدا من الجماهير بيتصلوا بيا، ولكن انا بحب اقول يعني بدل ما فيش اخبار سيئه، يعني ما فيش اخبار يبقى الحمد لله ما فيش اخبار سيئه. يعني احنا والرجاء عملنا المسحه في نفس التوقيت. المسحه بتاعت الرجاء طلعت، احنا لسه ولسه مسحه الاسماعيلي حتى بنتصل بيهم فبيقولوا لسه بكره صباحا. يعني مش عايزين برضه نتشكك في حاجه، ولكن في النهايه انا بطمن بس جمهور النادي الاسماعيلي لا قدر الله لو في اي حاجه بالاجراءات دي بتتخذ بسرعه جدا. يعني طب هو الاتفاق يعني كان على ايه يا استاذ علاء؟ انه الـ 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 النتائج تطلع في نفس اليوم ولا في اليوم التالي؟ يعني لا الاتفاق انها تطلع ثاني يوم عشان ده بروتوكول بيتم تسليمه للاتحاد العربي، ولكن برضه خلينا برضه احنا ايه نتكلم بمنطقيه شديده جدا. الموضوع بالمسحات بينتهي في 4 ساعات أو 6 ساعات بالظبط. لا قدر الله لو في اي حاله هم بيتخذوا اجراءات سريعه جدا بابلاغ صاحب الحاله واتخاذ اجراءات العزل. علشان كده كان هو موضوع روتيني، احنا مستنيين النتيجه بكره صباحا. ولكن احنا مطمنين الحمد لله، اولا ان الاسماعيلي عمل مساحات قبل السفر بساعات قليله جدا، والحمد لله يعني احنا واصلين وفي اجراءات عزل كامله واجراءات بتتخذ من قبل الجهاز الاداري بحرفيه كامله، فبالتالي احنا مطمنين باذن الله. مش ال ال الحاله الصحيه للعيبه مطمئنه، ما فيش حد باين عليه اي حاجه، ما فيش حد باين عليه اي اعراض خالص الحمد لله، يعني ما فيهاش مشكله الحمد لله. طيب بس احكي على الاصابات يعني واللاعبين يعني الجاهزين لهذا اللقاء. يعني اولا كل اللاعبين الحمد لله، النهارده كان باهر محمدي موجود مع اللاعبين ولكنه ما شاركش، ان هو هيبدا التدريبات على الكره في 1 فبراير وهو موجود عشان مؤازره اللاعبين. عبد الرحمن مجدي النهارده بدا الجري حول الملعب بعد العوده من اصابه مزق 7 مللي في العضله الاماميه، وهي اصابه برضه كانت بتستغرق وقت طويل، ولكن تم تجهيزه ربما يلحق بجزء في المباراه. باقي اللاعبين الحمد لله كلهم بخير ومفيش اي اصابات. اري بابل اتضرب النهارده وبقوه وعاد من اصابه الشد اللي كان بيعاني منه في مباراه الدوري. البيومي ايضا عاد وشارك النهارده بقوه في التدريبات. اقدر اقول لك الاسماعيلي مكتمل الصفوف نوعا ما،
ما عدا باهر محمدي واحمد ايمن، نتمنى لهم يا رب العوده سريعا جدا للملاعب. وكان النهارده المنافسه ما بين اللاعبين مين اللي هيلعب اساسي، يعني كل النهارده وبعد المباراه كان في محاضره فنيه من كابتن طالب ابو طالب العسل مع اللاعبين، وفي المحاضره دي شافوا كل شرايط نادي الرجاء وشافوا مواطن القوه، مش عايز اقول مواطن الضعف، اتفرجوا على مواطن القوه وكيفيه مواجهتها وخاصه في خطوط الهجوم. ربما يغيب عن الرجاء اثنين من ابرز لاعبيه بسبب الاصابه بكورونا، ان لاعبهم المحترف يعني كان اصيب بكورونا قبل مباراتهم الافريقيه، ولما عمل المسحه مره ثانيه النهارده برضو للاسف لم، واحنا نتمنى الشفاء للجميع، لم يتعافى، بعد العينه كانت ايجابيه. فبالتالي اثنين مهمين جدا هيغيبوا عن صفوف الرجاء، ولكن برضه عايز اقول ان فريق الرجاء مكتمل، عندهم لاعبين كبار، ولكن في النهايه احنا بنعتبر الملعب محايد. يعني ليه بقى؟ ان هنا الملعب مراكش الكبير هو ده يعد من افضل الملاعب في المملكه المغربيه، هم ملعبهم في كازابلانكا في مركب محمد الخامس، ولكن النهارده جالنا في فندق مراقب المباراه وقال انه راح شاف بنفسه ارضيه الملعب، اللي كان فيه امل ان احنا نلعب هناك، وللاسف الارضيه يعني كانت سيئه جدا ولا تصلح للعب مباريات لفتره طويله. هنا في مراكش الجمهور هنا بيحب نادي الوداد، وبالتالي مش عايز اقول لحضرتك اي حد من قبله في اي مكان بيتمنى الفوز للاسماعيلي، ولكن في النهايه بيقولوا الرجاء هيجي هنا كانه ملعب محايد. هو كده كده مفيش جمهور صح؟ مش كده كده مفيش جمهور؟ مفيش جمهور كده كده مفيش جمهور. مفيش جمهور مفيش جمهور حقيقه. هنتمرد امتى على ملعب مراكش؟ بكره الساعة 7 مساء لمدة ساعة تدريب على نفس الملعب. النهارده كنا بنتدرب النادي الاسماعيلي اتدرب على الملعب الفرعي اللي ايضا لاستاد مراكش، منطقة كبيرة جدا، واتدرب النهارده على الملعب مجهز بالاضواء، وكان تدريب مثالي بكل معنى الكلمة، والحمد لله ان هم اتدربوا النهارده على تحت اجواء الامطار، ولكن الارصاد هنا بتقول يوم الاثنين ان شاء الله الجو هيبقى صح والجو هيبقى معتدل جدا، مش هيبقى فيه امطار يوم الاثنين بناء على تقرير ارصاد النهارده. ان شاء الله باذن الله، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله، والاسماعيلي يرفع راسنا ويعمل نتيجه ايجابيه ويصعد ان شاء الله باذن الله لنهائي هذه البطوله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي.